اليوم كان عندنا امتحان ديال الاس في تي، امتحان كان مزيان في المتناول، الحمد لله درت داكشي اللي عليا، خدمت الحمد لله، كنتمنوا نجيبوا الباك هذا العام ان شاء الله. حراسه كانت بجد عاديه مزيانه، زعما ما كاين لا حالات غش لا والو، كان داكشي مزيان. انا بالنسبه لي في القسم اللي دوزت فيه ما كاين حتى شي حالات غش، كلشي اللي كانوا معانا مكونسونطرين في ورقتهم، كلشي خدام على راسو، يعني ما حنا بعدا اللي كانوا قسمنا ما كانت لا حاله غش لا والو. كنبغي نطلب منا الرحمه، الله يرحمها والله يصبر والديها. لا ماشي بالضروره، انت حرام عنده باش غيفيدك، انت انا ما خديتيش الباك، تقدر دير عده مجالات. دابا راه حنا في هذه الوقيته هذه راه كلشي تبدل، راه تقدر دير شحال من مجال بلا باك بلا والو. كنتمنى كاع الدراري صحاب لي كيقراو معايا واللي دوزوا الامتحان نتمنوا يكونوا دوزوا مزيان، ونفرحوا هذا العام كاملين بالباك ان شاء الله. ما الله يحسن عوانهم ساكن، ما بلانش بنادم حنايا كنا كنقراو هما كانوا عندهم اضرابات، الله يحسن عوانهم ساكن. ما نقدر نقول لك والو في هذا الشيء، داكشي كيبقى عند الاساتذه هما اللي كيصحوا، ومع الوقت غنشوفوا شحال نسبه النجاح وشحال نسبه السقوط. الاجواء كانوا مزيانين، كل شيء هو داك الاساتذه دايرين الخدمه ديالهم، الامور مضبوطه، والامتحان كان في المتناول ديال الجميع. كندوي على ديال الاس في تي، خاصك تكون غير مبريباري ومركز في الامتحان وما تستريساش وصافي، هادشي اللي كاين. الاضرابات الحفاظه كانت كتركز مع الاساتذه ديال السوايع، الا كنتي كدير السوايع، الا ما كنتيش كدير السوايع راه ضروري كتجبد كتتبع في الانترنت وكتخدم شويه ديال التمارين ضروري كانت الخدمه قاصحه بالنسبه لا البريفي ولا المخزن، حيت العام هذا بالنسبه لنا هو العام الاخر وضروري خصنا نحطوا فيه الجهد ديالنا كامل. نطلبوا لها الرحمه وما عندنا ما نديروا لها، كان هو داك الاختيار ديالها، واخا اختيار غلط جدا وهذا ما كان. لا 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 ضروري الانسان، الباك راه ماشي هو اساس الحياه، ضروري الانسان يعول على شي حوايج اخرين اللي يجلب منهم، اللي يكون مصدر ديال الرزق ديالو. انا كنظن انها غتكون ما بيهاش نص نص، الاغلبيه تقريبا كنقول انا ناجح، ما كنظنش انه يكون هو السبب اللي يخلي بنادم يسقط هذا العام. الله يسهل عليهم والله يوفقهم كاملين. المهم دازت الاجواء بخير، نهار الاول دوزنا الفيزيك كان شويه عادي، وخا الميكانيك قاصحوا معانا، لونجلي حتى هي عادي، حط لنا ساديو ماني، عارفين كلشي عارف قصة ديالو. المات لي البارح قاصحوا معانا شويه، فلسفه حتى هي عادي، اس في تي اليوم حتى هي فهمتي عادي، اللي غيكون حافظ غيخدم في اس في تي. الله يسهل على كل واحد، الله يرحمه الله يصبر عائلته، بقات فينا كاملين. المهم الله يصبر عائلته والله يرحمه. عادي ماشي ديك الزيارة بزاف، ترونكيل فهمتي، ما مزيرينش بزاف، واللي نقال الله يسهل عليه، اللي ما نقاش حتى هو الله يسهل عليه. بصح صحاب البريفي هما اللي تمتعوا ليا مع ريوسهم، قراو حنايا حبسونا، حنا راه من الناس ديال ماشي بريفي، حنا راه مخزن. قصحوا معنا 3 شهور حنايا باركينا في الدار، ما درنا لا ليكوغ لا والو، حتى الايام الاخرى عاد جمعنا ريوسنا، حنايا بدينا بريباراسيون حتى شي 10 ايام الاخرى عاد بدينا. دعم والو، الدعم ديال بلعاني، داك الشيء كذوب، داك الشيء كيخرج في اشاعات، داك الشيء كذوب، يمكن لا دعم لا والو. دعم فيه ساعة ونص كتجي تخدم حتى ساعة كيدير معاك الدعم. لا ما عرفش السقوط على حساب، كي لا يقدر يكون بريباري يكون خدم، اللي ما بريباريش راه ما غيخدمش، غدوبل عليه خدمة. دابا صحاب بريفي ما غدوبلش عليهم بحال صحاب المخزن غدوبل عليهم كثار. لا ما يمكنش يسالوا صحاب بريفي غيكونوا خدموا بروغرام كامل وحنا ما خدمناش بروغرام، يعني ما غاديش هما يديروا على قبلنا، حنا نقصوا على قبلنا. شكون اللي ضيعنا؟ حنا اللي ضايعين دابا صافي، هما ما مسوقينش عادي، بنادم راه غيجي مزيان وما مسوقين حتى واحد، كاع ما داو فيه. الله يسهل عليهم كاملين، الله يوفق الجميع، والله يسمعهم خبار الخير، فرحوا والديهم، الله يحفظك.
خويا هذا الامتحان ديال الاسفيتي الحمد لله داز متناول، كان داكشي ساهل فهمتي، ما كانش صعيب بحال الماطور والفيزيك الحمد لله. صراحة أنا كنت جاي اليوم على أساس صافي ضعت، ولكن صراحة الحمد لله داز مزيان، عمرنا الوراقة، النجاح إن شاء الله وبالتوفيق لكل شيء إن شاء الله. أنا بريفي ما كانش عندي إضرابات. إيه صراحة لا الامتحان في المتناول ديال كل شيء، كان عندك إضرابات ما كانش عندك إضرابات، كنتي مبريباري شوية راه تقدر تجيب النقطة ديالك مزيان. ديك السيدة صراحة واقيلا كنقول كان عندها ضغط في حياتها مع العائلة داك الشيء وستريسات بزاف، وداك الضغط ديال الامتحان ومع كل شيء دماغها ما كانش وهذاك، واضطرت انها تنحي حياتها مسكينه. وصراحه ما كلنا بقات فينا مسكينه والله يرحمها وصافي في النار. صراحه كانوا محاولات غش، وعلى هو على حسب الاساتذه، كاين الاساتذه اللي زيرو معنا الحظيه، ولكن كاين شي اساتذه اللي الحمد لله كانوا معنا، كانوا مرخفين معنا، دارونا بحال ولادهم وخلونا ندوزوا شويه. خويا الله يسهل على كل شيء والله ينجحنا كاملين والله يسهل الامور اخويا. الاجواء كانت مزيانه، كان امتحان شويه فهمتي ساهل في متناول ديال الجميع فهمتي، والحراسه هي كانت مرخفة علينا القضيه بحال هكا الدوي ولا هادي الله يرحمه، ما كانوش يديروا مع داك الشيء، حيدوا لها الورقه صافي، ولا حيدوا لها داك الشيء اللي كتنقل به وخلوها تكمل. لا لا هي كره خافت من والديها ولا شي حاجه، والله يسهل عليهم صافي، الله يسهل علينا كاملين. اس في حطوا لينا سهله، حطوا لينا داك الشيء ساهل، تعاملوا معنا في اس في تي، ما كان الحراسه كانت مزيره، يعني اللي حافظ ولا يدير شي حاجه، زين المخزن حيت كان اضرابات. ولكن عاوتاني الا جيتي تشوف راه حطوه ساهل في موشا، يعني اللي قرا في دارهم غير تقرا في داركم راه تجاوب عليه، تجيب 15 ديالك عاد باش الناس بريفي وهذوك راه يجيبوا معدلات مزيانين. لا الحراسه كانت مزيره، يعني ما كاينش شي محاوله غيش هذه المدرسه، بعدا ما شفناش شي محاوله غيش ولا شي واحد بغى يدير شي حاجه. هادي كنشوف باللي الاستاذ ما كانش يتعامل معاه بحال هكاك، الاستاذ ما خصوش يضرب، المهم نقلاش على الاقل حيد لها الورقة ويخليها تدوز، ماشي تضربها بتقرير ولا يسقطها فهمتي، وهي ما كانش عليها دير داك التصرف، حيت الباك عاوتاني ماشي هو علاش واقف في الحياة، شحال من واحد ما جابش الباك وعايش مزيان فهمتي، والوالدين ضروري خصنا نشكرهم، حنا علاش مقاتلين دابا باش ننجحوا باش نفرحوهم. صافي الباك داز عندنا مزيان فهمتي، كلشي ساهل مزيان ساهل، كلشي ساهل هذا العام عندنا ساهل العام هذا، أنا سمعت المخزن شوية، أما الباك يا ما باك شوي فهمتي، البريفي قراو مزيان، البريفي راه قراو، المخزن شويه بينو وبين، المهم داك الشيء مزيان. ما تصرف ما والو الصراحه، ما تصرف ما والو الصراحه. لا خويا فهمتي، بنادم شويه يكون فهمتي بعقله، حيت كاين شاد ضغط الوالدين كيسحاب لهم بالامتحان الباك راه هو كلشي، راه في الاخر فهمتي راك فاهم. كنسول الدراري قال لي دوزت مزيان كلشي مزيان، كاين بينو وبينو صام، اما السينما حصلوا ما شافوا والو. شوف الامتحان صعيب مدنا واد خان العلوم مدنا فوالو والله اصعبوا معانا، قال لك غيسهلوا معاك المأموريه وادك صحاب بريفي قراو عام كامل داروا كل شيء، بصح مخزن ما قراوش كاع اضرابات غنجيو الدوس يكونوا ساهلين، هاد في الاخر ما درنا حتى حاجه، كاين الدعم الاول كاين الدعم الاول، خلونا مرهونين في ديورنا انا عسي وبريفي كيقراو صحاب مخزن كيقراوش كاع، والله ما درنا شي حاجه كاع، بصح ايش عاملوا معانا في التصحيح، عطونا شي حاجه نشحوا صافي. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.